بعد اذنك. عادل عفيفي مندوب الاخوان في اللجنه التنسيقيه لجماهير الثوره. ايه انا سامع النزول وفي منصه وفي شغل الاخوان النهارده. هو كل القوى السياسيه واللجنه التنسيقيه نازله عشان الشعب كله متوحد للمطالبه بحق الشهداء المصريين اللي استشهدوا وللدفاع عن اخواننا الفلسطينيين في غزه والمجازر اللي بتحصل هناك يعني. اما وقفه احتجاجيه. وقفه احتجاجيه لحين تحقيق المطالب. لحد الساعه كام؟ احنا موجودين يعني احتمال نتسحر هنا وهنصلي التهجد عشان دي ليله وتريه وان شاء الله ربنا يتقبل كده وينصرنا باذن الله. لكن طرح الاعتصام لسه ما في القش. لسه في تداول مع القوى السياسيه الاخرى. طيب. انت طيب يا شكرا. ربنا يسلمنا يا اخواني يا رب.